الثاني الرق، العبودية. لو كنت أنا حرا أو كنت أنا عبدا مثلا، وأبي حر، والدي حر، لكن أنا عبد، طيب، ومات أبي لا أرثه لأني عبد. هل هذه عقوبة للعبد؟ لا، ليست عقوبة للعبد، ولكن هذه لأن حتى لا تدخل أجنبي. يعني كيف؟ لأن العبد أصلا هو مملوك فلا يملك شيئا، فأنا إذا أعطوني شيء بيروح حق سيدي، وسيدي يعتبر إيش؟ أجنبيا. فكأنك ورثت أجنبيا، لأن أنا أصلا مملوك، فكل ما أملكه لسيدي، فكأنك ورثت إيش؟ سيدي اللي هو رجل أجنبي بالنسبة لوالدي. فالرق مانع من موانع الإرث، أي وارث يكون رقيقا فإنه لا يرث، وإنما لا يرث إلا الأحرار، لأن الأرقاء أصلا إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي، إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي. فلذلك من موانع الإرث الرق، العبودية، هذا مانع موانع الإرث، رق وقتل واختلاف الدين.